السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى الثالث ثانوي إعدادي معكم يزدري من خلال هذه القناة، قناة الفهم والاستيعاب لمادة الرياضيات. إذا إن شاء الله سوف نقوم بحل هذه التمرينين، التمرين الثالث والتمرين الرابع من درس معادلة مستقيم. إذا سوف أقرأ عليكم التمرين الثالث. التمرين الثالث يقول: أو إي جي معلم متعامد ممنظم. نعتبر المستقيم الدي الذي معادلته على الشكل التالي: جوج إكس زائد ثلاثة إكغيك زائد 7 تساوي 0. إذا السؤال الأول: ما هو ميل المستقيم الدي وما هو الأرتوب عند الأصل؟ إذا يجب علينا أن نحدد ميل المستقيم الدي، معنى المعامل الموجه للمستقيم الدي، وكذلك الأرتوب عند الأصل. ثم حدد معادلة المستقيم الدلتا المار من نقطة أ، إحداثية النقطة أ هي ناقص 2.5، والموازي المستقيم الدي. إذن هذه المعلومة يجب علينا أن نفهمها جيدا. إذن يجب علينا أن نحدد معادلة المستقيم الدلتا المار من نقطة أ، والمستقيم الدي يوازي المستقيم الدي. المعلومة خاصة ولا بد أن نفهمها. ثم ثالثا، أنشئ المستقيمين دي ودلتا. إذا سوف أعيد مرة ثانية شرح التمرين الثالث لكي يستوعب جميع التلاميذ، لأن هذه القناة قناة الاستيعاب والفهم. إذا أو إي جي معلم متعامد ممنظم. واخا إذا نعتبر المستقيم دي معادلته كالتالي: جوج إكس زائد ثلاثة إكغيك زائد 7 تساوي 0. إذا هذه ليست معادلة مختصرة، خاصة ولا بد نديرو معادلة مختصرة لكي نحصل على الميل ديال المستقيم. إذا ما هو ميل المستقيم دي وما هو الأرتوب عند الأصل؟ يجب علينا أن نختصر هذه المعادلة لكي نحصل على ميل ديال المستقيم دي وكذلك الأرتوب عند الأصل. ثم ثانيا، هذا السؤال مهم جدا. إذا يجب علينا أن نحدد المستقيم الدالي دلتا المار من نقطة أ، إحداثية ديال النقطة أ عاطينها لنا، إكس يساوي ناقص 2 وإكغيك يساوي 5، والموازي للمستقيم دي. إذا ثالثا، سوف نقوم بإنشاء المستقيم دي ودلتا. إذا هذا هو كيف ما تبين لكم على الشاشة. هذا هو التمرين رقم 3، سوف نقوم بحله بعد لحظات. إذا المرجو الانتظار. إذن لحل هذا التمرين لاحظوا جيدا المعادلة المختصرة لمستقيم دي. إذن جوج إكس زائد ثلاثة إكغيك زائد 7 تساوي 0 هي معادلة المستقيم، ولكن المختصرة نقوم بحل التقنية: ثلاثة إكغيك تساوي ناقص 2 إكس ناقص 7. إذن إكغيك تساوي ناقص 2 على 3 إكس ناقص 7 على 3. إذن المعادلة المختصرة ديال المستقيم جوج إكس زائد المعادلة المستقيم ديال دي جوج إكس زائد ثلاثة إكغيك زائد 7 تساوي 0 تصبح على الشكل التالي: إكغيك تساوي ناقص على ناقص 2 على 3 إكس ناقص 7 على 3. إذن هاد الصيغة هذه تسمى المعادلة المختصرة للمستقيم، تسمى المعادلة المختصرة للمستقيم. إذن يجب عليكم أن تقوموا بهذه التقنية. المعامل الموجه هنا هو ناقص 2 على 3، والأرتوب عند الأصل هو ناقص، تبعو ناقص 7 على 3 وليست 7 على 3، ناقص 7 على 3 بدليل أن ناقص هنا. إذن على العموم إكغيك تساوي إم إكس زائد بي. إذن بي هو ناقص 7 على 3 وليست 7 على 3 لأن عندنا مسالب هنا، ناقص 7 على 3. إذن سوف أقوم بإعادة شرح: جوج إكس زائد ثلاثة إكغيك زائد 7 تساوي 0 هي المعادلة المستقيم. إذا المعادلة المختصرة لهذا المستقيم هذا هي كالتالي: إكغيك تساوي ناقص 2 على 3 إكس ناقص 7 على 3. قمنا بذلك بهذه التقنية: 3 إكغيك تساوي ناقص 2 إكس ناقص 7. إذا إكغيك تساوي ناقص 2 على 3 إكس ناقص 7 على 3. إذا لاحظوا جيدا هذه التقنية. إذا المعامل الموجه هو ناقص 2 على 3، والأرتوب عند الأصل هو ناقص 7 على 3، ولكن بصفة عامة إكغيك تساوي إم إكس زائد بي. إم هي ناقص 2 على 3 وبي هي ناقص 7 على 3، هو الأرتوب عند الأصل، والآخر تسمى المعامل الموجه أو الميل ديال المستقيم. إذن هذا هو تصحيح ديال
سؤال ثاني، معادلة مستقيم دلتا المار من نقطة أ، إحداثيات ديال هاد النقطة دي هي ناقص اثنان خمسة، والموازي المستقيم دي. إذا فاش نقول الموازي المستقيم دي، أن دي يوازي دلتا. تعرفوا بأن المعيار، تعرفوا بأن الميل ديال المستقيم دي هو نفسه الميل ديال المستقيم دلتا، لأنهم متوازيين، أي ناقص اثنان على ثلاثة تساوي ناقص اثنان على ثلاثة ديال دي وديال دلتا. إذا عندنا أول شيء حددنا دابا المعامل الموجه ديال دلتا، خصنا دابا نشوفوا هاد التحديد ديال الرتوبة عند الأصل. فاش نقولوا الرتوبة عند الأصل، ولا بدا خص نلقاو نستغلوا هاد النقطة هادي. النقطة هادي الأفصول ديالها هي ناقص اثنان وخمسة. مزيان الأفصول ديالها اثنان والصورة ديالها هي خمسة. نقدو نعوضو إكس بناقص اثنان ويكريك بخمسة باش يمكن لينا نحلو هاد بي هادي، باش نلقاو القيمة ديال هاد الرتوبة عند الأصل. إذا ناقص اثنان على ثلاثة في ناقص اثنان، ناقص اثنان منين جبناها؟ جبناها من هادي، من إحداثية ديال النقطة أ، زائد بي تساوي خمسة. خمسة هي إكريك، هانت لاحظو خمسة تساوي إكريك، لاحظو جيدا. وناقص اثنان راه هي إكس، سيدي هي ناقص اثنان هي اللي كاينة هنا في النقطة أ. إذا هي تساوي أربعة ثلاثة بي، إذا بي تساوي خمسة ناقص على أربعة ثلاثة، بي تساوي خمسطاش على ناقص أربعة، إذا بي تساوي حداش على ثلاثة. باش نتأكدو تنديرو خاص تخرج هنا خمسة، ضروري ما تخرج خمسة هنا. إذا عوضنا هنا إكس، عوضنا إكس بالعدد ناقص اثنان، خاص ولا بدا نخرجو في الآخر خمسة، وفعلا هي خمسطاش على ثلاثة تساوي خمسة. إذن هذا دليل قاطع بأن العدد اللي تنبحثو عليه هو 11 على 3. إذن بصفة عامة إيكغيك تساوي إم إكس زائد بي، ولكن هنا بالنسبة لمعادلة المستقيم دلتا المختصر هو إيكغيك تساوي ناقص 2 على 3 إكس زائد 11 على 3. 11 على 3 هو الأرتوبة عند الأصل، وناقص 2 على 3 هو الميل ديال المستقيم دلتا. هذا هو الحل ديال السؤال الثاني. اذا هذا هو التمثيل المبياني ديال مستقيم دي وكذلك مستقيم دلتا. كيف ما تشوفوا في الشكل هناك توازي. اذا المعادله المختصره ديال دي هي ناقص 2 على 3 اكس ناقص 7 على 3، والمعادله المختصره ديال دلتا هي ناقص 2 على 3 اكس زائد 11 على 3. 11 على 3، اذا هو عندهم نفس الميل، ناقص جوج على ثلاثة ناقص جوج على ثلاثة، إذا هما متوازيين. لاحظوا بأن دي و دلتا متوازيين، مستقيمين متوازيين. نقدم لكم دابا التمرين الرابع. لدينا معلم متعمد ممنظم أو إي جي، نعتبر نقاط أ و بي. أ هو ناقص خمسة ناقص اثنان، و بي خمسة اثنان، و سي ثلاثة سبعة. إذا اولا سوف نبين ان y تساوي 2 على 5 x هي المعادله المختصره لمستقيم ا بي، ثم نبين ان ميل المستقيم بي سي هو ناقص 5 على 2، ثم نبين ان المستقيمين ا بي و بي سي متعامدين، ثم نستنتج طبيعه المثلث ا بي سي. اذا هناك عده اسئله. اذا او اي جي العموم، او اي جي معلم متعامد ممنظم. اذا خصنا نعتبر النقط ا ناقص خمسة ناقص اثنان، و بي خمسة اثنان، و سي كذلك ثلاثة سبعة. اذا اولا نبين ان ايكغيك تساوي اثنان على خمسة اكس هي المعادلة المختصرة للمستقيم ا بي، ثم نبين ان ميل المستقيم بي سي هو ناقص خمسة على اثنان، ثم نبين ان المستقيمين ا بي و بي سي متعامدان، ثم نستنتج طبيعة المثلث ABC. إذا هناك عدة أسئلة سوف نقوم بحلها بعد قليل. إذا المرجو الانتظار. إذا هذا هو الحل ديال التمرين الأول. إذا هذا هو الحل ديال السؤال الأول في التمرين الرابع. إذا خصنا نبين بأن Y تساوي 1 على 5X،
واحد إكغيك يساوي واحد على خمسة إكس هي المعادلة المختصرة ديال المستقيم أ بي. إذا أ عندنا ناقص خمسة ناقص اتنين، و بي خمسة اتنين، هادو هما الإحداثيات ديال النقطة أ و النقطة بي. أ ناقص خمسة ناقص جوج، و بي خمسة اتنين. إذا عندنا إكغيك بي ناقص إكغيك أ على إكس بي ناقص إكس أ. إذا المعامل الموجه هو اتنين و تلاتة و اتنين على خمسة. المعامل الموجه ديال هذه ديال هذا المستقيم هو 2 على 5. إذن يجب علينا أن نحدد الآن الأرتوبة عند الأصل. إذن الأرتوبة عند الأصل هو يساوي 0. إذن يبقى لنا أن نقول أن المعادلة المختصرة ديال المستقيم أبي هو Y يساوي 2 على 5 2 على 5 X. لماذا؟ لأن الأرتوبة عند الأصل يساوي 0. إذن 2 على 5 X زائد 0 هو 2 على 5. إذن هذا هو طريقة ديال إيجاد المعادلة المختصرة ديال المستقيم أبي. إذن أولا نحدد المعامل الموجه من خلال هذه إحداثيات هذه النقطة. دائما تبدأ بإيكغيك بي ناقص إيكغيك أ، ثم إكس بي ناقص إكس أ. هذه هي القاعدة العامة، إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ على إكس بي ناقص إكس أ. إذن حددنا المعامل الموجه أو الميل هو 2 على 5. يمكننا الآن أن نحدد ما يسمى بالرتوب عند الأصل. إذن نختار واحد النقطة تنتمي إلى المستقيم أبي، مثلا أ، الأفصول ديالها هو ناقص خمسة والأرتوب ديالها هو ناقص اتنين. إذن يمكن أن نعوض ناقص إكس بناقص خمسة، ويمكن أن نعوض إيكغيك بناقص اتنين لكي نحل هذه المعادلة. إذن كيف ما تشوفون هنا، إذن الأرتوب عند الأصل هو صفر. إذن إيكغيك تساوي اتنين على خمسة إكس. إذن ميل المستقيم بي سي، ميل المستقيم بي سي أي المعامل الموجه ديال المستقيم بي سي. إذا ناخدو النقطتين بي سي، الإحداثية بي هي خمسة اتنين، والإحداثية ديال سي هي تلاتة على سبعة. دائما تنخدعو القاعدة بي سي إكغيك سي ناقص إكغيك بي على إكس سي ناقص إكس بي. إذا سبعة ناقص اتنين تساوي خمسة، وتلاتة ناقص خمسة تساوي ناقص اتنين. إذا خمسة ناقص ناقص خمسة على اتنين ناقص خمسة على اتنين هو المعامل الموجه ديال هاد الميل ديال المستقيم بي سي. إذن بصفة عامة إيكغيك سي ناقص إيكغيك بي على إكس سي ناقص إكس بي. درنا تطبيق عددي، سبعة ناقص اتنين تساوي خمسة، وتلاتة ناقص خمسة تساوي ناقص اتنين. إذن إم المعامل الموجه هو ناقص خمسة على جوج. إذن نبين أن أبي عمود على بي سي، خاص ولا بد نشوفوا أن الميل ديال الميل ديال المستقيم الأول في الميل ديال المستقيم الثاني تساوي ناقص واحد. هذه القاعدة العامة. إذا تعرفوا بأن الميل ديال أ بي هو جوج على خمسة، والميل ديال بي سي هو ناقص خمسة على اتنين. إذا تعطينا ناقص واحد. إذا ناقص واحد هذا دليل بأن أ بي عمود على بي سي. وطبيعة المثلث، تابعوا معايا، طبيعة المثلث أ بي سي هو مثلث قائم الزاوية في بي. هذا هو التمرين الرابع قمنا بحله. إذن نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر في فيديو جديد توضيحي لفائدة تلاميذ مستوى ثالث ثانوي إعدادي. الدرس اليوم كان هو معادلة مستقيم، شرحنا فيه التمرين الثالث وكذلك التمرين الرابع. إذن إلى اللقاء، كان معكم يوسف دالي من خلال القناة المتميزة جوكومينيك تي في للفهم والاستيعاب لمادة الرياضيات لجميع المستويات، خصوصا المستوى الثالث إعدادي ثانوي، كذلك المستوى السادس ابتدائي.